هدوء في شوارع نواكشوط بعد أحداث شغب تسببت في اعتداءات على المواطنين وسلب لبعض المحلات التجارية، دعوات للتهدئة وعدم الانجرار أمام دعاة الفتنة. يرى بعض من استطلعنا آراءهم أن التظاهر للتعبير عن الرأي حق مشروع لكل مواطن، لكن الاعتداء على الأبرياء ونهب ممتلكاتهم أمر خطير، داعين السلطات لردع المحرضين والمتسببين في الأحداث الأخيرة. لذلك علينا بعد كامل كمواطنين أن نلتزموا بالهدوء وخلوا عنه الشائعات، وياسر مش من يخل بالأمن، الأمن يالتنا نلتزموا وكلنا يلزم حدود، والدولة دور تقبل إجراءاتها تامة في هذا الموضوع. ما عندهم حق المظاهرة، غير يلا عد المظاهرات ينقال مظاهرة سلمية، ما يلتم جي دقدقباتي وخسر وتات ودقدق لزوبيتو أطباب، هاي خسرتهم هما بنهاية نحن كاملين. بينما أكد آخرون أن أكثر من شارك في احتجاجات الشغب الأجانب، وأنهم شاهدوا أجانب يمارسون الاعتداء على المواطنين وسلب بعض المحلات في عدد من أسواق العاصمة. جد المهارات اللي شارك في حكم وقع لا لجال بحكم أكثر منهم، والطريقة بعد اللي ينتوسوا بها فرصة يبانوا ما هم باخلينها، والله لا عدلوا ياسر من شيء ما هو صار فصل الحقيقة. شارك في ملدي عدة مواطنين قال حكم أكثر بعد لا لجانب. جميع الشرائح الموريتانية علنا شعب واحد وعلنا أمة واحدة وعلنا ما فينا اللي فاصل عن الثاني، ويلا نعود عارفين على أنهم أيادي خفية سواء سياسية سواء من دول الجوار سواء من الغرب، هم أيادي تبقى تدمر الدولة الموريتانية لأنها فيها الحمد لله الخيرات. واندلعت الاثنين الماضي احتجاجات تخللتها أعمال شغب عقب وفاة شاب يدعى عمر جوب بعد توقيفه لدى الشرطة في مقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط الغربية، وأعلنت النيابة العامة تسريح جثة القتيل بحضور محامي أسرته واعدة بنشر تقرير تسريح في أقرب وقت، فيما يتهم أقارب القتيل الشرطة بالمسؤولية عن مقتله. وزير الداخلية عند أحمد المحمد لمين قال إن أغلب المسؤولين عن الشغب أطفال قصر، وإنه لا مساومة في الأمن، وإن السلطات قادرة على فرضه في كل أنحاء الوطن.